السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. مالك بن أنس يقول كلمة عجيبة، يقول رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح. ما شأنها سفينة نوح؟ قال: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وكل ما لم يكن سنة فهو بدعة، إن ركبته غرقت، حتى وإن أعجبك، حتى وإن استحسنت، حتى وإن دخل خاطرك. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.